6.4 أو 46 وحدة سكنية هي الحصة التي تم توزيعها على مستوى ولاية الجزائر منذ جوان 2014، هدفها الأساسي القضاء على كافة الأحياء الفوضوية والهشة. جدول أعمال اللجنة الولائية لدراسة ملفات إعادة الإسكان يعرضه علينا جمال الدين بوشة في هذا التقرير. تتوارى الأحياء الفوضوية عن محيط العاصمة شيئا فشيئا. عمليات إعادة الإسكان لا زالت متواصلة ما دامت ملفات طالبي السكن تثقل طاولة اللجنة الولائية لدراسة الملفات. بلغة الأرقام، ومنذ جوان 2014 تم ترحيل ما يزيد عن 46 ألف عائلة استقبلها 37 حي سكني جديد. الى حد الان بين الاس بي ويعني وهاد العمليه تاع السوسيال والاخرين اكثر من 46 الف ان شاء الله عائله اللي سكنت في ولايه الجزائر، حوالي 230 الف نسمه. فيما يخص البيوت القصديريه اكثر من 243 حي قصديري اللي يعني خديناه بعين الاعتبار فيما يخص الجزائر العاصمه. مهمة اللجنة الولائية لا زالت متواصلة رغم أن تسجيل 13512 طعن بالإضافة إلى 1381 قضية على مستوى العدالة يطرح أكثر من تساؤل. كاين بعض الناس يعني يتحايلوا ديكلاراسيون فوز ديكلاراسيون، كاين اللي كان عندهم خرجوا في الفيشي، كاين اللي خرجوا في الاخر. كاين اكثر من 1381 قضيه راهي يعني في لا جوستيس، 221 يعني حكم للتحكم الى حد الان. تشك العمليه 21 على طي ملفات مرحلتها الرابعه ملفات عمليات اخرى قيد الدراسه بالخلاص من تتمتها. مفاتيح فرج ستتكفل بوضع حد لمآسي قاطني الأحياء الفوضوية.